عادة يكون الهدف من ركوب الدراجات الانتقال من مكان إلى آخر أو المتعة بكل بساطة أو ممارسة الرياضة المفيدة للصحة البدنية، ولكن ما يميز هذه الدراجة عن غيرها من الدراجات هي أنها قادرة على قياس سرعة راكب الدراجة بالطبع، ولكن أيضاً والأهم الطاقة التي يقوم بتوليدها. إن تمكن راكب الدراجة من توليد طاقة تتجاوز 100 وات، فهذه الطاقة ستكون كفيلة بتشغيل تلفاز بهذا الحجم، وإن تمكن من توليد طاقة تتجاوز 200 وات، فهذه الطاقة ستكون كافية لتشغيل تلفاز بهذا الحجم. معنا هنا أليستر ماكدونالد من شركة شيل، أحدى الشركات العارضة في أسبوع أبو ظبي للاستدامة، سيحدثنا عن أهمية هذه المبادرة. الفكرة من هذا التمرين هو أن يركب الشخص الدراجة بسرعة لمسافة 500 متر. في غضون ذلك تقيس الدراجة الطاقة التي ينتجها. نربط هذه الطاقة بأشياء من حياة الناس اليومية كشاشات التلفزة. الفكرة هي أنه إن كان عليك أن تشغل التلفاز أو الإنارة أو الفرن بمجهود شخصي، قد تبدأ بتوخي الحرارة أكثر وتطفئها عند عدم استخدامها لإدراكك بصعوبة إنتاجها. الأمر يتعلق بإحلال توازن بين كفاءة الطاقة وإنتاجها من جهة واستخدامها من جهة أخرى. إذن مثل هذه المبادرات تساهم في نشر التوعية إزاء أهمية اقتصاد الطاقة التي يتطلب توليدها مجهوداً كبيراً، ويشجع على الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة بديلة عن مصادر الطاقة التقليدية الملوثة. نانسي تابت، سكاي نيوز عربية، أبوظبي.